هذه المرة الثانية اللي أحصل على الرئاسة ولله الحمد والمنة. الرئاسة الأولى خذيت الرئاسة ولله الحمد، ما تميت 24 ساعة، حدث خطأ ما من شخص ما شال الرئاسة مني بظلم، فالمظلوم دائما الله ينصره ويرزقه، فالوضع طبيعي اللي صار أنها ترجع للرئاسة، شيء طبيعي جدا. الشكر لله سبحانه. أول شيء موضوع أني أخذت أوسكار ودرع قبل، فعلا أخذت أوسكار ودرع قبل ورئاسة مرتين، في المصادفة أني أكثر إنسان بعد يأخذ يدخل البرايم وأكثر إنسان ينسجن. كل شيء سويته في القرية هذه، ما أدري إيش عاد بقى، يعني بقى شيء واحد أني أخذ المركز الأول. موضوع إنغازي طلب الرئاسة مني، أنا ما أشوف في الموضوع أي مشكلة. أنا لو مكان غازي، للأمانة أنا لو مكان غازي وأي واحد من الشباب، يا أخي عادي، أنا هنا كلنا احنا 26 إخوان. ابنك خير تنازل بالرئاسة لأجلي، لأني قلت له السبب المعين اللي فيه الرسالة السامدي وآثر على نفسه، هذا من طيبه وطيب الرجال واضح، ما يحتاج ابنك خير أكبر من الكلام. احنا ما باقي لنا الأسبوع أو أسبوعين، ما أتوقع مستحيل أنه يكون رئيس الأسبوع الجاي أو اللي بعد. أنا أقدر أستنى أسبوع، وإن شاء الله أنا مرشح الرئاسة الأسبوع القادم، أقدر أستنى وراح تجيني. احنا ما باقي لنا الاسبوع او اسبوعين، ما اتوقع مستحيل انه يكون رئيس الاسبوع الجاي او اللي بعد. ولا انا بس اخترت محمد بن جخير بالذات، اقدر لو عطف كان طلبت قبل احد قبل محمد بن جخير، الناس كثر اخذوا الرئاسه اقدر اطلبهم، ولكن طلبت محمد بن جخير في هذا الوقت في هذه الايام، لان عندي رساله ساميه راح اوصلها وراح تشوفونها بام عينكم. قلت لها برك الساعات وتم، ورحنا وتناقشنا مع الاداره في موضوع التنازل ورفضوا. الاداره رفضت التنازل، ولكن أخذنا بالوكالة، أعني من تحت الطاولة، أعني الرئيس ما يبي لها. اخترنا الحل المناسب اللي الإدارة راضية عنه، موضوع الوكالة، لأني لو استنيت الأسبوع الجاي راح الموقف، لأن الشيخة تبدأ من يوم الأحد الجاي صح؟ لو استنيت الأحد الجاي وكنت أنا مرشح واخذت الشيخة، راح الموقف اللي أنا والرسالة اللي أنا حاب أوصلها في الأسبوع ذا، خصوصا الأيام دي. طبعا الذكي راح يدري ليش أنا اختصيت في الأيام دي، خصوصا الأيام دي، لأني لو ما سويت الرسالة دي الأيام دي خلاص ضاعت. أنا بنفسي أنتظر ومتأكد أن غازي عنده دخول فاخر وفخم، أنا متحمس لدخوله. ممكن أن رسالته خاصة فيني وفيه، خاصة في شيخة القرية، خاصة في موضوع رئاسة القرية لمدة أسبوع. يعني ممكن أن أوجه رسالة سامية في يوم، بس اليوم اللي بعده ما أقدر خلاص، يعني ما بي. لكن لما أكون رئيس أو في مثاب في مكان الرئيس، رئيس القرية، أقدر أوجه في أي وقت، أقدر ممكن دخوله، ممكن رجل مرتب الشيء في الدخول، رسالة تكون في الدخول، ما تدري. جميع صلاحياتي أنا يا رئيس القرية، أنا يا شيخ القرية عند الوكيل، يعني بدل ما أتنازل عن الرئاسة تنازلت عن الرئاسة. لو صار أي مشكلة أنا أتحمل المشكلة كلها. لا، قرارات طبعا بتكون مني أنا، وأنا اللي أتحمل المسؤوليات وأتحمل عواقبها. هو الرئيس بالوكالة، لكن أنا ما حطيت الرجل رئيس بالوكالة علشان أي مشكلة تصير، أي خصومات تصير في وجهه. لا، ابنك خير ما يلحق ضرر بمشيئة الله. مستحيل الخصومات أي شيء بيكون علي أنا. والله صلاحيات الرئيس بالوكالة مفوض على كل شيء. ومثل ما قلت لك إحنا أخوان، وإذا ما تقدم وتحب لأخيك ما تحب لنفسك ما راح تعين خير، والمحزون المليان بين قوسين فسر الماء بعد جهد بالماء.